بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 43. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله يا شيخ. حياكم الله وبارك فيكم. وقفنا مع المؤلف رحمه الله تعالى في حديثه عن صلاة الجمعة، وعقد الفصل الأول بقوله: فصل يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، صلاة الجمعة عبادة عظيمة يشترط لصحتها توفر شروط كسائر العبادات. الشروط جمع شرط، وهو لغة العلامة. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأما في الاصطلاح فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وشروط الصلاة سواء كانت الجمعة أو غيرها لا بد أن تسبقها، لأن الشرط يتقدم المشروط وتستمر إلى الفراغ منها، كما يقول الفقهاء، تكون قبلها وتستمر إلى الفراغ منها. فيشترط للجمعة شروط، يعني جملة شروط ليس منها إذن الإمام، أي لا يشترط لصحة الجمعة أن يأذن بإقامتها الإمام العام أو الإمام الأعظم، لأنها عبادة واجبة على الأعيان، فلا يشترط لإقامتها إذن الإمام بذلك. وهذا قول جمهور أهل العلم، لأن علي رضي الله عنه لما حصر عثمان رضي الله عنه في بيته صلى علي رضي الله عنه بالمسلمين صلاة الجمعة، وهو لم يحصل على إذن من عثمان رضي الله عنه، فدل هذا على جواز إقامتها بغير إذن الإمام. يبقى معنا الشروط التي تشترط لصحة الجمعة، أحدها الوقت. قال رحمه الله: نعم، أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريم. أي الشرط الأول من شروط صحة الجمعة أن تؤدى في الوقت، في الوقت المحدد لها، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلو صليت قبل دخول وقتها أو بعده لم تصح، لا بد أن تكون في أثناء الوقت. ثم إنها ليست كسائر الصلوات إذا فاتت تقضى،
صلاة الجمعة إذا فات وقتها لا تقضى، وإنما تصلى الظهر بدلا عنها. وأول وقتها اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول أن أول وقت صلاة العيد، أن أول وقت صلاة الجمعة، أن أول وقت صلاة الجمعة أول وقت صلاة العيد، أي حين ترتفع الشمس قيد رمح. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله، أن وقت صلاة الجمعة يبدأ ببداية وقت صلاة العيد، يعني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. والدليل على ذلك ما سبق من الأحاديث أن الصحابة كانوا يؤدون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجعون، وليس للحيطان ظل يستظل به. وفي حديث آخر أنهم ما كانوا يتغدون ولا يقيلون إلا بعد صلاة الجمعة. وفي حديث ثالث أنهم ما كانوا يريحون نواضحهم إلا بعد صلاة الجمعة. فهذا دليل على أن وقتها يبدأ قبل الزوال. والقول الثاني وهو قول الأئمة الثلاثة وجمهور أهل العلم ورواية عن أحمد، أن وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر، يبدأ بزوال الشمس، وهذا هو الصحيح، هذا هو الراجح من القولين. وأما الأحاديث التي استدل بها أهل القول الأول فقد سبقت الإجابة عنها، بأن المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة الجمعة في أول وقتها تخفيفا على الناس، بدليل أنه قال في الحديث فنرجع وليس للحيطان ظل يستظل به، فلم ينفي وجود الظل مطلقا، وإنما نفى وجود الظل الذي يستظل به. فهذا دليل على أن صلاة الجمعة مثل صلاة الظهر، يدخل وقتها بزوال الشمس، قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني زوال الشمس. وهذا يشمل صلاة الجمعة وصلاة الظهر، هذا هو الصحيح إن شاء الله. وأما آخره فآخر صلاة الجمعة آخر وقت صلاة الظهر، يعني إلى أن يصير ظل الشيء مثله، إلى أن يصير ظل الشيء الشاخص يعني المرتفع مثله بعد فيء الزوال. وفي قول آخر أنه إلى أن يدخل وقت العصر، هذا آخر وقت صلاة الظهر، وهذا لا خلاف فيه أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة. إذا أخروا صلاة الجمعة إلى آخر وقتها، فإن أدركوا من الوقت قدر تكبيرة الإحرام، كبروا للإحرام صلاة الجمعة ثم خرج الوقت، صحت صلاتهم جمعة على هذا القول. والقول الثاني وهو الصحيح أنها لا تصح إلا بإدراك ركعة، إلا بإدراك ركعة من الوقت، ولا يكفي إدراك التحريمة فقط. نعم. الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. وإذا خرج وقت صلاة الجمعة فإنها لا تقضى كسائر الصلوات، وإنما يصلون بدلها صلاة الظهر، ولهذا قال فإن خرج وقتها صلوا ظهرا. نعم. الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. الشرط الثاني من شروط صحة صلاة الجمعة حضور العدد
أن يحضر عدد لصلاة الجمعة، واختلف العلماء في العدد الذي يشترط صحة صلاة الجمعة، والصحيح أنها تنعقد بثلاثة، لأنها تنعقد بالجمع وأقل الجمع ثلاثة، فإذا كانوا ثلاثة واحد يخطب واثنان يستمعان فإنها تصح منهم صلاة الجمعة، وإن كانوا أقل من ثلاثة فإنها لا تصح لهم صلاة الجمعة، يصلونها ظهر، فلا تصح صلاة الجمعة من الفرد ولا تصح من الاثنين، وإنما تصح من ثلاثة. هذا هو الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم، وهناك أقوال كثيرة في أنها لا تصح إلا باثني عشر، أنها لا تصح إلا بأربعين، إلى غير ذلك من الأقوال، وكلها أقوال لا دليل عليها، وإنما هي آثار واجتهادات ليس فيها دليل من الكتاب أو من السنة، فنرجع إلى الأصل، وهي أنها تنعقد بالجمع من المسلمين، وأقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. نعم. قال رحمه الله: الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين. الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة الاستيطان، أي الإقامة الدائمة، الإقامة الدائمة، فلا تصح صلاة الجمعة من البادية الذين يتنقلون في البراري تبعا للكلا، ولا تصح أيضا من المسافرين إذا صلوا وحدهم فإنها لا تصح منهم، وإن صلوها مع المقيمين أجزأتهم عن الظهر، أما أن يقيموها وحدهم في السفر أو في الطريق أو في البر فإنها لا تصح منهم، لأنهم ليسوا مستوطنين. وكانت البادية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حوالي المدينة، يقطنون حوالي المدينة، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الجمعة، دل على أنها لا تجب على غير المستوطنين. وكذلك الذين ينزلون في البر لعمل أو لنزهة فإنهم لا يصلون صلاة جمعة بمفردهم، وإنما إن كانوا قريبا من بلدة تقام فيها الجمعة فإنهم يصلونها تبعا لغيرهم، وإذا حضروها صحت منهم وأجزأتهم عن الظهر، وإلا فإنهم لا ينفردون بإقامتها وهم غير مستوطنين. نعم. كذلك أهل السجن يا شيخ، السجناء، نزل السجون عليهم جمعة أو ليست عليهم؟ نزل السجون إذا كان عندهم مساجد تقام فيها الجماعة ويؤذن فيها فيصلون الجمعة، يصلون الجمعة تبعا لأهل البلد. نعم. لكن إذا كان في العنابر سجناء يصلون الفرائض في مكانهم يكونوا ليسوا من أهل الجمعة؟ إذا كانوا متفرقين في العنابر، يعني كل عنبر فيه 20-30 فلا يقيمونها جمعة، وإن كانوا يجتمعون لهم محل يجتمعون فيه. نعم. لصلاة الجمعة فلعلها تصح منهم، والمسألة فيها نظر، فيها نظر، لأنه كانت السجون موجودة من قديم، ولم يذكر أن السجناء أمروا بصلاة الجمعة. نعم. أحسن الله. لكن لو صلوها وفعلوها، خصوصا إذا كان قد أعد لهم مسجد يجمعهم ويصلون فيه جميعا، فلا نرى أو لا يظهر لي مانع من إقامتها. نعم. لكن لا بد من أخذ الفتوى. أحسن الله. لا بد من أخذ الفتوى بذلك من العلماء الذين يملكون إصدار الفتاوى. نعم.
أما إن كانوا في عنابرهم كل عمره مجموعة 20-30. أما المتفرقون في عنابرهم أو في سجونهم هؤلاء يصلون ظهرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. هذا تابع لشرط الاستيطان. عرفنا أنها لا تصح من كانوا في البر. نعم. سواء كانوا مسافرين أو كانوا بادية أو كانوا متنزهين، إنهم لا يصلونها جمعة وهم في البر. نعم. أو في الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر في جميع أسفاره، لم يذكر أنه صلى الجمعة لأنه غير مستوطن عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان هؤلاء قريبين من البنيان، قريبين من مساجد الجمعة، فإنهم يصلون مع المقيمين. ولو أن أهل حي من الأحياء أقاموها في الصحراء القريبة من البنيان، لا سيما إذا كان هذا لحاجة، كأن ينهدم مسجدهم أو لا يكون لهم مسجد يتسع لهم وعندهم فضاء، فلا بأس أن يقيموها فيما قارب البنيان من الصحراء، لأنهم لهم حكم المستوطنين، ويصح تبعا ما لا يصح استقلالا. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. نقصوا عن العدد المشترط قبل إتمام صلاة الجمعة، كأن نقصوا عن الثلاثة مثلا على القول الراجح، فإنهم يصلونها ظهرا لفقدان النصاب المشترط لإقامتها. والظهر تكون بديلا عن الجمعة إذا فاتت أو إذا لم تتوفر شروطها. نعم. ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة. من أدرك مع الإمام من صلاة الجمعة ركعة فإنه يتمها جمعة. فإذا جاء المسبوق وأدرك الإمام في الركعة الثانية قبل أن يرفع رأسه، وركع معه قبل أن يرفع رأسه، فإنه يكمل هذه الركعة مع الإمام، فإذا سلم الإمام يضيف إليها ركعة أخرى بعد سلام الإمام وتتم له جمعة، لأن من أدرك من الصلاة ركعة مع الإمام فقد أدركها، سواء كانت جمعة أو غير جمعة. أما إذا رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية قبل أن يدركه المسبوق فإنه لا تصح منه جمعة، ولكن يدخل معه وينويها ظهرا بشرطين. الشرط الأول أن يكون قد دخل وقت الظهر، على القول بأن صلاة الجمعة يبدأ وقتها قبل الزوال، أن يكون قد دخل وقت الظهر. الشرط الثاني أن ينويها ظهرا ولا ينويها جمعة، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو نواها جمعة وقد أدرك مع الإمام أقل من ركعة لم تصح جمعة. ولو نواها ظهرا قبل أن يدخل وقت الظهر لم تصح منه ظهرا. نعم. قال: وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. هذا ما ذكرنا. نعم. ويشترط تقدم خطبتين، ومن شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترط، ولا يشترط لهما طهارة، بل ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. هذا لابد من الإتيان به جزئية جزئية. أفعل، أعيد القراءة شيخ. نعم. قال: ويشترط تقدم خطبتين، ومن شرط صحتهما حمد الله والصلاة. الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين. نعم. قبل صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان يخطب خطبتين يفصل بينهما
بجلوس، فلو صلوا الجمعة ركعتين بدون أن يسبقهما خطبتان لم تصح منهم لأنها لمخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين قبل صلاة الجمعة، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذكر الله المراد به الخطبة، حضور الخطبة. وكذلك في قوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، يعني تخطب، فدل على وجوب حضور الخطبة، على وجوب الخطبة، وجوب الخطبتين، وعلى وجوب الحضور، حضور العدد المشترط، ألا يقل الحضور عن ثلاثة، فإن نقصوا عن ثلاثة لم تصح الخطبة. ولا بد من خطبتين، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل الخلفاء الراشدين، وهذا عمل المسلمين. فلو خطب خطبة واحدة لم تصح صلاة الجمعة لفقد شرط من شروطها، وإذا فقد الشرط فقد المشروط. لأننا نسمع من بعض الجهال أو من بعض المتعالمين أنهم يقتصرون على خطبة واحدة في الجمعة، وهذا باطل ولا تصح منهم صلاة الجمعة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومن شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. يشترط لصحة الخطبتين شروط، فليست الخطبتان مجرد كلام أو مجرد حديث يقال، وإنما هو كلام له شروط وله ضوابط بما يسمى خطبة. فيشترط لصحة الخطبتين أولا أن يبدأهما بحمد الله عز وجل، أن يقول الحمد لله بهذا اللفظ، ولا يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه، لأن هذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد ولا في خطبة الاستسقاء، وإنما الذي أثر عنه صلى الله عليه وسلم باستمرار أن يقول الحمد لله بهذا اللفظ. أحسن الله. وهذا هو اللفظ الوارد في القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله رب العالمين. ففي جميع مواطن الحمد في القرآن نجده بهذا اللفظ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الخطبة بالحمد لله، ولم يكن يبدأها بقوله إن الحمد لله، إنما هذا في خطبة الحاجة. أحسن الله. في خطبة الحاجة لا في خطبة الجمعة، فيجب التنبه لذلك. فلو بدأ الخطبة بغير الحمد لله، كأن قال الله أكبر في خطبة الجمعة، أو سبحان الله، أو ما أشبه ذلك من الذكر، فإن هذا لا يعوض عن لفظ الحمد لله، ولا تصح الخطبة به، لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع خطبه عليه الصلاة والسلام. فلو بدأها بذكر غير الحمد لله كالتسبيح والتهليل، كأن يقول لا إله إلا الله، سبحان الله، أو الله أكبر، أو ما أشبه ذلك، لم تصح منه الخطبة، يعني خطبة الجمعة. فينبغي التنبه لمثل هذا. هذا الشرط الأول. نعم. الشرط الثاني أن تشتمل الخطبتان على الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. فلو ترك الشهادتين أو ترك إحداهما لم تصح خطبته،
لأن المقام مقام إعلان للتوحيد وإعلان لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة، وهذا موضع هذا الإعلان العظيم في هذا المجمع العظيم. فلو ترك الشهادتين أو إحداهما لم تصح خطبته. الشرط الثالث أن تشتمل الخطبتان على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه إذا ذكر صلى الله عليه وسلم فإنه يصلى عليه، وقد ذكر في شهادة أن محمداً رسول الله فيأتي بعد ذلك بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبتين للجمعة لم تصح خطبته، لأنه ترك ركنا من أركان الخطبة. ومحل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أولها بعد الشهادتين أو في وسطها عندما يذكر الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما أن يؤخر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الخطبة ويختم الخطبة بذلك فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لعمل المسلمين، وهو أمر محدث. والشرط الرابع أن يشتمل على الوصية بتقوى الله، أن تشتمل الخطبتان على الوصية بتقوى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويداوم عليه إذا خطب في الجمعة، فإنه يوصي بتقوى الله سبحانه وتعالى فيقول أما بعد، وهذا أيضا من خطبه صلى الله عليه وسلم أنه يقول أما بعد أيها الناس اتقوا الله، فيوصيهم بتقوى الله، وهذا من أركان الخطبة. فلو ترك هذا اللفظ لفظ أما بعد ولفظ الأمر بتقوى الله اختلت الخطبة، لأنها فقدت شرطا من شروط صحتها. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان هذا ما تفضل به الشيخ من شرح كتاب زاد المستقنع في باب صلاة الجمعة. إلى هذا الحد ينتهي وقت البرنامج، نستودعكم الله على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت ناصر بن حسن الجريسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.